دايما الواحد هيبقى فخور بتغطية كأس الأمم الأفريقية، والتغطية اللي بدأت منذ مراسم القرعة، لأن القرعة دي أبهرت العالم. أنا يمكن كلاعب حضرت كؤوس كتيرة جدا للأمم الأفريقية، لعبت 3 أو 4 بطولات، وبعدين كنت يعني في المجال الإداري 3 أو 4 بطولات، يعني تكملهم كده على بعض نقول حوالي 10 بطولات يعني. فشفتها وأنا لعيب، وشفتها وأنا مسؤول، وشفتها وأنا إعلامي كمان. يعني من حسن الحظ إن أنا كنت بروح أعلق على بطولات أفريقية ما بين نيجيريا وما بين غانا وغيرها من الدول، وطبعا تخطيط كل البطولات سواء بسفر أو غير سفر. اللي حصل في مصر الحقيقة في موضوع القرعة كان موضوع خيالي، بمعنى خيالي. أنا من الناس اللي بيحبوا يقروا العيون وشوف الانطباع على الوجوه يعني، وأنا موجود في القرعة وشفت الناس كانت في حالة انبهار عاملة ازاي، بيني وبينكم رقبتي كانت حطول السماء يعني. بس الأجمل كانت التغطية اللي احنا غطيناها، الشكل الجميل. ما هو لولا ان انت عامل تغطية بقناة بإخراج بشكل رائع جدا 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 في المشهد الذي لم ولن يتكرر إلا إذا البطولة اتعملت تاني في مصر والقرعة اتعملت تاني في مصر. لو البطولة تاني في مصر والقرعة تاني في مصر، تأكد انه هيبقى الشكل أحلى كمان من الشكل ده. كان في اهتمام كبير جدا 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 بكيفية إخراج وإظهار يعني هذا الحدث الكبير من وجهة نظري. وكان في وكالات أنباء، وكانت في تغطية متميزة جدا على تايم سبورتس، وأيضا على أون سبورت من خلال ما حدث فيها وما حدث من تغطيتها. فمن أبرز الفعاليات الحقيقة اللي احنا قمنا بتغطيتها واللي معاها انطلقت قناة تايم سبورتس كان بطولة كأس الأمم الأفريقية اللي مصر استضافتها في يونيو ويوليو 2019. طبعا منتخب الجزائر الشقيق هو اللي فاز بيها، منتخبنا لسوء الحظ طلع من دور ال 16 على قد المنتخب الجنوب أفريقي. لكن التنظيم بصراحة كان حاجة ولا أروع، حاجة سوبر كده. كل الدنيا أشادت بالتنظيم وبالتغطية اللي احنا عملناها. الاستوديو التحليلي كمان كان استوديو مفاجئ، يعني اللي حصل في قناة تايم سبورتس من خلال الاستوديو التحليلي والمجموعة اللي من أشهر وأبرز وألمع نجوم العالم، يعني كان مع حضرتك جوزيه مورينيو، كان مع حضرتك لويس فيجو، كان مع حضرتك ديدي دروجبا، كان مع سعادتك سامويل إيتو، كان معانا نوانكو كانو، كان معانا بادو الزكي، كان معانا الحاج ضيوف. دول بعض الضيوف اللي جونا من العالم العربي كالوشا بواليا، غير كمان عدد من أبرز النجوم المصرية اللي جم وغطوا وحللوا هذه البطولة معانا هنا في مصر. البطولة دي بقى يا جماعة خلت العالم كله يتكلم عننا، عن شكلنا، عن حضارتنا، عن تاريخنا. كانت في كل مكان، كل إنسان في العالم نفسه يزور أهرامات شافه، نفسه يزور أبو الهول شافه. القرعة بقول لكم مبهرة. أون سبورت حقيقة عملت تغطية استثنائية استثنائية ليها ولضيوفها اللي جم من كل مكان في الدنيا. على فكرة الحفلة دي أنا بقولش أرقام من عندي، شافها أكتر من 2 مليار مشاهد. دي لقطات من نهاية كأس الأمم الأفريقية، حاجة بصراحة كانت رائعة رائعة. ده حاجة حلوة قوي قوي. كمان ما اكتفيناش بكده، رغم الخسارة في كأس الأمم الأفريقية للكبار، لكن كان هناك تشالنج أو تحدي تاني، وهو بطولة أفريقيا تحت 23 سنة اللي اتلعبت في مصر. يعني احنا خسرنا في يوليا، فكان التحدي صعب جدا. فنوفمبر كنت بتنظم بطولة أفريقيا تحت 23 سنة اللي بترشح للأولمبياد. الحقيقة كان عندنا فريقين. فريق العمل اللي هنا اللي كان بيغطي البطولة دي برضو على تايم سبورتس وتغطية خبرية على أون سبورت، وفريقنا القومي الوطني لكرة القدم اللي كان موجود في الملعب في استاد القاهرة أبناء شوقي غريب. المرة دي فريقنا ما خيبش أملنا ولا رجائنا ولا جمهورنا. البطولة اللي بدأت بجمهور قليل وبعدين بدأ يزيد ويزيد ويزيد لحد جت المباراة نصف النهائية المؤهلة، ثم المباراة النهائية المتوجة للبطولة، وكان الجمهور على آخر. اتأهلنا للأولمبياد. قناة تايم سبورتس الحقيقة بتغطيتها شكل كان ممتاز، وبرضو جبنا ضيوف من كل الدول المشاركة في البطولة، سواء محللين
أو صحفيين كلهم كانوا موجودين معانا في تغطية رائعة وعظيمة على شبكتنا على تايم سبورتس وأيضا على أون سبورت. فعاليات ومنافسات البطولة، توكلنا على الله.